بمكيالين تجاه المحافظة. هيلغورد حسن تابع تفاصيل الموضوع. دعا أعضاء من مجلس محافظة كركوك الحكومة الاتحادية في بغداد إلى صرف مستحقات المحافظة من المبالغ المالية المتأخرة إلى الآن، وترك سياسة الكيل بمكيالين والنظر لكركوك بأنها محافظة آمنة تحت سيطرة الحكومة المحلية، والكف عن تهميش هذه المحافظة لأن عواقبها ستكون سلبية على الحكومة الاتحادية. والله مع الأسف كركوك كان وما زال منذ تشكيل الدولة العراقية ولحد الآن استخدمت كورقة ضغط بين الحكومة الاتحادية والحكومة المركزية سابقا مع حكومة أقليم كردستان. ميزانية كركوك التي الآن يعاني منها أبناء محافظة كركوك بعدم صرف مستحقات كركوك من بترودولار وميزانية تنمية الأقاليم، إجراءات دستورية قانونية يتخذ من قبل الإدارة والمجلس لصرف مستحقات المقاولين الذين ينجزون الأعمال، بعضهم وصلت إلى 100% وبعض الآخر 80%، وكذلك مستحقات الموظفين على عقد بترودولار. بغداد تعمدت بعدم إرسال مستحقات كركوك من الموازنة لتنمية الأقاليم ومن ميزانية البترودولار، وهناك لدينا ما يقارب 7000 موظف على البترودولار لحد الآن لم يستلموا رواتبهم أكثر من 6 أشهر أو 7 أشهر. أنا أعتبره ظلم وإجحاف بحق أهالي كركوك، ونطالب الحكومة المركزية بإعادة النظر بهذا الموضوع واعتبار كركوك خارج سيطرة داعش. نحن مع إدارة كركوك وإلى جانب إدارة كركوك نطالب الحكومة الاتحادية على إرسال التخصيصات بأسرع ما يمكن وعدم التعامل بإجحاف مع محافظة كركوك التي لم تصل إليها تخصيصات منذ 9 أشهر أو أكثر. فيما أكد آخرون أن بغداد تنتهج سياسة الإقصاء في تعاملها مع كركوك بعدم إطلاقها المستحقات المالية للمحافظة، وتتعامل أيضا بازدواجية مع كركوك من جهة والمحافظات المنتجة للنفط من جهة أخرى. نحن نرى بأن تعامل الحكومة الاتحادية مع محافظة كركوك هي تعامل مجحف وسياسي، وأنا أؤكد بأن وجود الكرد ووجود الاتحاد الوطني الكردستاني في هذه المحافظة هي المعرقل الرئيسي بالنسبة للحكومة الاتحادية للتعامل بهذه الصيغة، ونحن لا نرى سوى دوافع سياسية اتجاه هذه التعاملات اللا مشروعة أزاء محافظة كركوك. يفترض على بغداد أن تعمل بمصداقية، لأن أبناء كركوك هم أبناء العراق، وأبناء كركوك هم من فتح صدره لدخول النازحين من جميع المحافظات إلى هذه المحافظة، والآن كركوك صراحة يعني تتحمل عبء أكبر من حجمها ومن قدرتها ومن قابليتها، وبغداد بعيدة عن صرف أي مبالغ سواء للمستحقات المحافظة أو للقضايا الزراعية. سبق وأن أكدنا على ضرورة يعني إرسال موازنة إلى محافظة كركوك بما لهذه المحافظة من أهمية، وبما أنه هذه المحافظة أيضا يعني هي اللي تمول الحكومة بأموال طائلة من خلال منتجات النفطية، فبالتالي نحن أولى باهتمام الحكومي ككركوك وكمكونات كركوك. فعلا يعني نحن نعاني من أزمة. مجلس محافظة كركوك بكافة قومياتها اتفقت على أن تعامل الحكومة الاتحادية مع كركوك تعامل ازدواجي، وتنتهج سياسة الإقصاء والتهميش ضد المحافظة، وهم مع إدارة المحافظة في اتخاذ أي إجراء يصب في مصلحة الكركوكيين. هالغورد حسن، فضائية كركوك. استضاف برلمان كردستان رئيس حكومة إقليم كردستان نجرفان بارزاني ونائب رئيس الحكومة قباط طلباني في اجتماع ضم وزراء المالية والثروات